خلينا قبل ما نروح للتحليل الفني، بيان مهم من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التحكيم. بعد اجتماع استمر عدة ساعات، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف وتضم توفيق السيد وتامر دري وعزب حجاج. ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. مرة تانية عشان ده بيان وقرار مهم جدا كان بينتظره الجميع من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التحكيم، وبعد اجتماع استمر عدة ساعات. مرة تانية قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الخميس إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف وتضم توفيق السيد تامر دري وعزب حجاج. ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. أتمنى تكون دي البداية لإصلاح منظومة التحكيم في الدوري المصري. أتمنى تكون دي البداية، وأتمنى حاجة تانية، قريبا وعاجلا نشوف خبير أجنبي لإدارة التحكيم المصري ولجنة الحكام المصرية. هو ده طريق الإصلاح. المخطئ لازم يعاقب، ولازم كل الأمور تكون أمام الجميع علشان كل واحد يتحط أمام مسؤولياته.